قال العلماء: الناس إما تائب وإما ظالم، لأن الله تعالى يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فأنت إما أن تكون تائبا لله تعالى، وإما أن تكون ظالما. وما من عبد إلا ويذنب ويخطئ، لذلك فتح الله باب التوبة. وباب التوبة، باب التوبة كما هو معلوم من خلال النصوص، كما بين المشرق والمغرب، ولا يغلق إلا عند نزول أمرين: الأول عند نزول الموت، إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغر الصوت الذي يكون عند خروج الروح عند الموت. والأمر الثاني عند طلوع الشمس من مغربها، يعني تأسي الباب مفتوح عشان تتوب، بعدين بتقفل يا في الموت، باب مفتوح مما شوف الملائكة نزلوا وخلاص الروح دار تخرج، هاي الباب يتقفل. وأخطر شيء إنه يتقفل الباب، عشان كذي في ناس في الموت بيتمنوا الرجوع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والحاجة الثانية لما تطلع الشمس من المغرب، يعني من كل يوم الصباح تصحى تصلي الصبح، ترجع البيت ترتاح، ولا المهم، ولا تقعد تذكر الله سبحانه وتعالى في المسجد، تمرق برا من المسجد تلقى الشمس طلعت بقدام بالشرق، هاي الباب ده مفتوح. لكن اليوم اللي بتطلع تلقاه بجاي ماف، تتلفت ورا تلقاه طلعت، الموضوع ده خلاص انتهى. تاني بعد ده المذنب مذنب، والمطيع مطيع، والتائب تائب، وغير التائب لا توبة له. شكذي السلف كانوا يقولون بوجوب التوبة، حتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو من المتأخرين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب التوبة، قال: والتوبة واجبة على كل مسلم. التوبة دي مش واجبة على الزول اللي بيعمل معاصي بس، لا لا، على كل مسلم. قال: والدليل قوله تعالى، قال: والتوبة واجبة على كل مسلم. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لأنه يتأسي بعد الصلاة أول شيء بتبدأ به وبتقول: استغفر الله استغفر الله، كما قال الأوزاعي رحمه الله في شرحه للحديث. انت مع انك صليت منتهي من الصلاة، أول شيء بتبدأ به استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحج تنتهي تستغفر، قيام الليل تصلي بالليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، استغفر. وهكذا تعمل أعمال البر وترجع إلى الله وتستغفر الله سبحانه وتعالى، وتخاف أن يكون هذا العمل فيه تقصير وأن لا يقبله الله سبحانه وتعالى. شكي رب العزة والجلال قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال الشوكاني في تفسيره في فتح القدير، قال: هذه صفات المسارعين بالخيرات وللخيرات بحق، وهي أربع صفات في هذه السورة وفي هذه الآيات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
زول بينفق وما بيأمن، بينفق وخايف يمكن الله ما يتقبل. عشان كذا بلال بن سعد رحمه الله قال: يقال لأحدهم، دي الناس الغفلة، يقال لأحدهم: تريد أن تموت؟ الموت إن جاك جاهز ويجيك الموت، فيقول: ليس بعد، ليس شوية. فيقال: ولما؟ ليه ما دار تموت؟ أسمع الكلام ده مفيد جدا والله. قال: فيقال له: ولما؟ ليه ما دار تموت؟ ودي فائدة انت وخدها. أي شيء ما دار تموت بسببه خليه، وأي شيء بتفرح تلاقيه بعد الموت أعمله. يقال لأحدهم: تريد أن تموت؟ فيقول: ليس بعد. فيقال: ولما؟ فيقول: حتى أتوب وأعمل صالحا. أنا أسي ما تائب، بعدين ما مجتهد في العمل الصالح، فيقال له: توب وأعمل صالحا. خلاص أسي توب أسدي وأعمل العمل الصالح. فيقول: سوف أتوب، سوف قدام. يقول لك: لما نجي رمضان والشياطين يربطون، لأن شيطاننا ده كبير، ما في شيطان كبير، مهما كبر الشيطان فهو ضعيف. إنك إذا الشيطان كان شنو؟ ضعيفة. والله وراك كيف تنجو منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول لك: بعد يجي رمضان. واحد تاني يقول لك: والله المسلسل دي الحلقة 26 بس، أربع حلقات بس، الحلقة الأخيرة مسخنة، بعد ذاك بنتوب تاني ما بنتابع الجديدة. وذاك يقول لك: والله بس في حاجات بسيطة شغلانة، بعدها تاني بنتوب، وتاني وتاني وتاني. والموضوع خطير. قال ابن القيم رحمه الله: قال: نصل الذنوب إلى الذنوب، ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد، ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. تقال آدم عليه السلام وحواء أخرجا من الجنة، تقالوا مرقون بكم ذنب؟ واحد بس، واسي واحد ده في نص دقيقة يمكن يسويه، خلي في عمره كله ذنب واحد بس مرقوا من الجنة وتاب الله عليه ولله الحمد وقبل توبته. انت تعمل ذنب وذنب 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 وذنوب ومعاصي، والمسألة خطرة. شكذي عبد الله بن المبارك قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. الذنوب دي قال لك بتسود القلب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والقلب ده لما يبقى أسود ويبقى قاسي تاني بتكون غافل، بس جاري وغافل. فجأة تشوف الملائكة قدامك بعد ده الغطاء بزح، بعد يزح الغطاء بعد ده بتشوف الحقيقة، بتجي الندامة. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عشان كده يا جماعة الزوج شنو؟ يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ومهما فعل من الذنوب والمعاصي لا يأس من رحمة الله. احنا دارين المجلس ده يكون أرجى المجالس لينا عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الإخلاص والتوفيق
وأن يخرجنا جميعا من أول هذا المسجد إلى آخره تائبين إلى الله منيبين إليه، وأن يثبتنا على هذه التوبة حتى نلقاه وهو راض عنا. لأنه أنت لما تتوب أول شيء الله بحبك، دي أول فائدة. عصي الله وبعاديه ده الله بيبغضه، والزول اللي بينكسر لي الله ويتضرع ويتوب ويندم ده الله بحبه سبحانه وتعالى. عشان كده قال في سورة البقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تخيل زول عمره 80 سنة، 80 سنة ذنوب ومعاصي، بس قعد دقيقتين بس ندم وتاب ورجع، الله يحب وقت طوال، وكان بيعادي في 80 سنة يعادي في الله سبحانه وتعالى. ولذلك انت اذا تبت الى الله احبك الله. ثانيا، اذا تاب العبد الى الله استغفرت له الملائكة. الملائكة طبعا عندهم وظائف، في ملائكة بيكتبوا الحسنات والسيئات، وفي ملائكة لقبض الروح، وفي ملائكة في القبر بيسألوا الزول، وفي ملائكة خزنة النار، وفي ملائكة خزنة الجنة، وفي ملائكة بتحمل العرش، وملائكة ملائكة بينزلوا بالوحي، وملائكة بجروا السحاب، وإلى آخره من أصناف الملائكة. الملائكة ديل رب العزة والجلال قال في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله، حول شنو؟ العرش. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. بيقولوا شنو؟ ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ملائكة بيستغفروا لك، انت ما جايب خبر، انت تبت هنا وفوق ملائكة بيقولوا يا الله ده اغفر له. هو الزول اذا صلى وجلس في مصلاه في المكان الذي صلى فيه، صليت في جماعة وجلست، تستغفر لك الملائكة حتى تقوم او تحدث يبطل وضوءك، فما بالك لما تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، الزول لما يتوب السيئات تتقلب حسنات. يعني تخيل زول عمل 1000 حسنة و1000 سيئة وتاب من السيئات دي، يبقى عنده 2000 حسنة والسيئات اتمسحت. كان رب العزة والجلال قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. جزاك الله خير، جزاك الله خير. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم شنو؟ حسنات. زول سمع غنية القاه يوم القيامة حسنة، سف صعود القاه حسنات. شوف شوف الكلام ده كيف، ليه؟ لأنه تاب، لو خلاه سايب القاه سيئات. قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أربعة، الزول لما يتوب الله بدخله الجنة. شكي رب العزة والجلال ذكر الأنبياء أو بعض الأنبياء في سورة مريم، فذكر زكريا عليه السلام وذكر عيسى وذكر يحيى وذكر إبراهيم وذكر موسى وهارون وإسماعيل وإدريس عليهم السلام جميعا، وذكر مكانة الأنبياء وذكر فضلهم، ثم قال فخلف من بعدهم خلف، يوناس بعدهم، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أصله ضيع الصلاة عن جنو في اتبع الشهوات. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا غيا في التفسير، في تفسير ابن كثير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما غيا أي خسرانا. الزول اللي بيضيع الصلاة وتلقاه يتبع الشهوات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه غيا وادي في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم، أكل خبيث وبعدين قعر بعيد لمن ضيع الصلاة واتبع الشهوات. بعد رب العزة والجلال قال فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. عشان ما يقول لك نار مضمونة ولا جنة شنو مجهجها، هو ده وعد من الله، والله قال لا يخلف شنو الميعاد. والله قال لك جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. مأتيا بيجي، فإنت ما تقول أنا زول نار وأنا ما زول جنة، أنت الوراك منه. وهي امرأة بغي من البغايا من بني إسرائيل، يعني تفعل الفاحشة، أتت إلى بئر، وفي رواية شاب أو رجل، لكن في الرواية دي امرأة بغي. تخيل دي بتغضب الله قدر كيف، يعني الله خلقها عفيفة وبكر فضيعت هذه النعمة وجات جنبير وعطشانة. نزلت البير، نزلت البير مرة وشربت، لما طلعت فوق لقت كلب بياكل في التراب من العطش، ياكل في التراب والطين يلهث، فقالت أصاب هذا الكلب ما أصابني من الظمأ، فأخرجت موقها، قلعت النعلات بتاعتها من جلد ونزلت البير. شوف المرة دي فيها خير، عشان كلب نزلت البير وماسك النعلات بخشومة وشالت الموية وطلعت فسقت الكلب، فشكر الله لها صنعها فغفر لها. ورجل وجد غصن شوك في الطريق فقال هذا يؤذي المسلمين أو الناس فأزاله فماط الأذى من الطريق، فشكر الله له فهو يتقلب في الجنة في نعيمها. غصن شوك بس شكذي، شوف الشيطان ده دايرك تيأس. اليوم اللي بتقول والله أنا لخبطت شديد وأنا عصيت كثير وأنا موضوعي ده ما بينفع وإلى آخره، يا دوب كيفت الشيطان، بيخلف كراعه ممكن يشرب جبنة بجنزبيل ثلاثة معالق سكر بمزاج، يقول الحمد لله خلاص الموضوع ده
الجية، لأنه أنت قفلت الباب لنفسك، لكنه باب كما بين المشرق والمغرب، تخلي كله ما يا كافي البلا باب قدر ده ما تقدر تخش به. والله يزول يخش النار ده يستحق خشة. الناس عينوا للباب يداوسوا في الشباك مقفول ويطقوا في الحيط، يا ناس باب عظيم فتحه الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته جل وعلا. يعني تخيل لو ما في توبة، لو الله قال الغلط جهنم بس، أي زول يغلط قدام بس نار، ما كان الناس دي كلها خشيت النار إلا الأنبياء. لكن الله فتح لك الباب. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقال أستغفر الله. قال أذنب عبد ذنبا فقال أستغفر الله، فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ الذنب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. يغفر الذنب دي واضحة، ويأخذ بالذنب يعني الله قادر يأخذك بشنو؟ بالذنب ده، يعذبك به، قادر أن يأخذك وأن يؤاخذك بهذا الذنب. ثم عاد فأذنب تاني بعد فترة، أذنب فقال أستغفر الله، فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فاستغفرني. ثم عاد فأذنب تاني بعد فترة، شنو؟ أذنب فقال أستغفر الله، فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أو قال يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، فاستغفرني غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. أنت مش اعترفت؟ وشوف أول شيء تعترف، تعترف الزول مما يعترف معناه ماشي كويس. وأنا لقيت الكلام ده يعني لما تعاين في النصوص بتلقى دائما الزول المعترف الله بيثني عليه، لكن الزول البكابر ده يا دوب الله بزله. شفت قدر ما تنكسر وتعترف الله بيتجاوز عنك، وقدر ما تتكبر يا دوب انت تورط. قال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اعترفوا لله تعالى: يا الله والله نحن غلطنا، وانت اهل التقوى وانت اهل التقوى واهل المغفرة، انت اهل لان تتقى يا الله، وانت العظيم وانت اهل المغفرة، انت الغفار وانت الغفور، وجئنا راجعين اليك منيبين اليك. قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وعسى في القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما واجبة، يعني عسى مش للظن، يعني الكلام ده بيحصل الله بيغفر لهم. شكي الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه، واحفظ الكلام ده، أحفظونا الناس الحمد لله كثير من الناس حافظينه من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول، أي العبد: اللهم أنت ربي، ده تقوله بالصباح وبالمساء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.
ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. تقول من النهار تموت أنت من أهل حسن الخاتمة ومن أهل الجنة. ومن قالها من النهار ومن قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، تبقى من أهل الجنة. عشان كذا الإنسان يعترف. قال النووي رحمه الله: شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، دار تتوب من شيء طوالي تقلع. الآن زول بيسجر دار يتوب ما يقول بس أن أكمل الصندوق ده، لا لا، من السجارة دي طوالي تطفيع. توب إلى الله سبحانه وتعالى. زول بيعصي الله بيسمع غنى دار يتوب ما يقول الليلة بس ولا بكرة، لا لا طوالي، هسه طوالي يمسح الغنى الملفات كلها، ينزل القرآن قال الله وفقه، بعدين شنو يقلع عن الذنب، ما بصلي ما يقول لما نجي الصبح نبدأ من بداية اليوم، لا لا تبدأ من نفسي طوالي الفات ده خليه، لأنه ترك الصلاة كفر، تسلم جديد وتصلي طوالي وقتي. لذلك الإقلاع عن الذنب. ثانيا الندم على مواقعة الذنب، اندم من جوا قلبه ما إلا يبكي، لو بك ده خير لكن ما إلا يبكي، اندم ليه أنا وقعت في الذنب ده ليه. ثلاثة العزم على أن لا يعود إليه، يعزم في قلبه إنه تاني ما يرجع له، تاني لو رجع تاني يتوب، لكن يعزم إنه ما يرجع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح هي الخالصة الصادقة لله، والتوبة النصوح أن يقع العبد في الذنب ثم يتوب إلى الله ثم لا يعود إليه، لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. وكان الذنب ده لو بينك وبين الله سبحانه وتعالى، زي شرب الخمر زي كذا، لو ذنب بيتعلق بحق آدمي أو بحق مخلوق، زي الزوج سرق، سرق ده بيقى الذنب ما بينه وبين الله بس، في المسروق منه ده ما ظلموه، انت ظلمته، فذا ترجع له شنو الحق. ولو سرق بالخفية يرجع بالخفاء، شغال في دكان وكل يومين ثلاثة شنو بيشيل بالدس، تاب، ما يجي لبتاع الدكان يقول له والله أنا كنت بشيل وأنا تبت، لا لا بتجيب مشاكل، شريعة ما جات بالفتن. وإنما يتوب فيما بينه وبين الله ويرد الحقوق خفية في مثل هذه الحالة، ترجع القروش بالدس زي ما شلتها بالدس. اغتبت فلانا من الناس تكلمت فيه تمش له، مش تكلمت فيه بغير وجه حق اي، ومن غير مصلحة اي، وانا سساي اي، ظلما تمش له طوالي، لا والله انا غلطت في حق وشنو اعفي لي، قال لك عفيت لك خلاص. قال ابن عثيمين: فإن طلب مالا تعطيه المال، مش تكلمت فيه اي، قلت فلان ده نوام
دي غيبة. مشيت له وقلت له عفلين، قال لك لا لا إلا 200 تدفع 200 جنيه. يا زول أنا ما شلت منك 200 تدفع ولا ما بعفلك، أدي 200 وقول الله يتقبل. والله ما تنجي نفسك، تنجي نفسك. هكذا قال في شرحه لرياض الصالحين. ولو كان لما انت مش له انت عارف الزول ده من طبعه انه ما بيعفو، تحصل فتن ومشاكل، ده هنا تدعو له وتدعو الله يعتقك منه يوم القيامة وتوسط له، تقول له فلان مش له يا اقول له يا اخي اعفي لفلان، زول ده قال فيك كذي اعفي له. المهم فانت شنو تتخلص من حقوق الاخرين في الدنيا. طيب الزول بيتوب من شنو؟ يتوب من احد امرين او من كلا الامرين، اما من التقصير في الطاعه، عمل الطاعه لكن قصر فيها، واما من المعاصي، الذنوب والمعاصي، ويتوب الى الله من الغفله، من الغفله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا حب أن يكون له ثلاثة أودية، أو قال لو كان لابن آدم وادي من ذهب لا حب أن يكون له واديان، ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الزول لو عنده مش كيلو ذهب، كيلو الجرام بكم؟ مش كيلو ذهب، لو عنده وادي كامل، وادي تاع ذهب، مش ده بيبني عمارات ويركب اخر عربات واي شيء، يقول والله الوادي ده كويس لكن غايته كان لقينا واحد ثاني، الظروف ما معروفه، المستقبل ده ما مضمون، وكان تاني الدود تاني يقول كان لقينا الثالث، وما بيصل درجة يقول كفى في الدنيا دي، ما بقول كفى. ولا يملأ فاه إلا التراب، شفت خشمه ده ما بيملأ إلا التراب، بعد يخش القبر يا دوب بيقتنع، لكن في الدنيا دي ما بيقتنع. وأنا لاحظت الكلام ده، زول تلقاه شغال موظف لما تم 60 سنة وخمسة وستين سنة، ادوا المعاش، ادوا المعاش، واولاده شغالين واموره تمام، مش مفروض يلازم المسجد ويأذن ويتعلم ويبلغ الدين ويعبد الله ويصل الارحام ويحافظ الليل والنهار يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى؟ اي ادوا المعاش، تلقاه واقف في نص الطلب والمهندسين، يقول لك دي العمارة الحمد لله دي قروش، المعاش انت بتبني فيها لمتين يا حاج، وانت ادوك المعاش من الشغل، معناه انت شغلتك شنو؟ معناه انت امورك قربت ولا كيف؟ وزول ادو المعاش، قال له انت تاني شغل ما خلاص استغنينا منك، تمشي تبني، يقول لك للاولاد، الاولاد جايين بيرزقون، انت الاولاد جايين بيرزقون، انت تصدق بجزء وخلي للاولاد جزء، لكن ما تجر ورا الدنيا، ورا الدنيا تكون غافل. فيتوب العبد الى الله سبحانه وتعالى، يتوب من معاصي اللسان، اللسان ده عنده معاصي، والكلام ده يا جماعه لاحظوا له، الانسان يلاحظ لهذا الكلام ولهذه الامور في نفسه اولا، ثم في غيره من أجل التقويم لنفسه وللآخرين. اللسان عنده ذنوب واحد، الغيبة، والغيبة دي شي في الزول، وذكرك له ما فيه مصلحة، لو في مصلحة أذكر، يعني لو زول بيضلل الناس في الدين تغتابه طوالي، تقول ده ضال مضل حذر الناس منه، تؤجر عند الله تعالى. لو زول اتقدم لبيت لزواج منحرف
سألوك تغتابه، لأنه دي بتترتب على شنو؟ مصلحة. فأنت دي في غيبة جائزة زي ما ذكر النووي رحمه الله وذكر أدلة ليها، لكن الغيبة بتاعت الونسة زي بس ضحك بس ولا ونسة، دي مهلكة، دي من الكبائر. في سنن أبي داود حديث ذكره الألباني أيضا رحمه الله تعالى ورحم الله أبا داود أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده والله من أكثر الأحاديث المخوفة من الغيبة، من عاقبة الغيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، نازل عندهم ظفور من نحاس شغالين في وشهم وفي شنو؟ في الصدر، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. بس يتلقف الكلام، بس تلقاهم يقعدوا شباب في الشارع في المصطبة، تجي البت ماشية في الشارع يضحكوا: دي كذي وقالوا فيها كذي، ودي كذي والفنانة دي قالوا فيها كذي، وذاك ما بعرف قالوا فيوك. يا زول ما لك وما لك الشغلة دي ومصائب. وإذا كان عائشة رضي الله عنها صحابية الجليلة الطاهرة النقية رضي الله عنها، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفية، فقالت عائشة رضي الله عنها وعن صفية: حسبك من صفية أنها كذا. شوف عائشة ذات عندها ورع رضي الله عنها، ما نبذتها، لكن بس قالت شنو؟ حسبك من صفية أنها كذا، أنها قصيرة. قصيرة لازم الناس بيقولوا فيها شيء. قال: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال النووي رحمه الله: لمزجته، أي لغيرت رائحته ولأنتنت رائحته. قال: وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قالت قصيرة، قال: شفت الكلمة دي لو خدتها في بحر مو جردل ولا نيل ولا نهر، بحر عديل، بحر البحر ده من بدايته لنهايته ريحته بتتغير، وما بالك لما تقول المؤذن ده صوته قبيح والإمام ده صلاته طويلة، ويجي المسجد ادو 27 درجة بتاع الصلاة، عمرك ب70 سيئة بتاعت معصية، يعني رجع ب43 معصية، صلى ويتوضى وتعب و43 معصية رجع عليه في الجامع جوا في بيت الله، فما بالك برا الجماعة شغالين، وفي ناس قالين الشغلة دي ساي، واحدين كمان بتاعنا الكورة يقول لك: اللاعب الفلاني ده ضيع الفريق، ضيع الفريق، دي برضاء اللاعب ولا ما برضاء؟ ما برضاء، دي غيبة، شيت حيلك بعدين. والألاعب يقول لك: أنا الألاعب المريخ ده شت ما نافع، ها يوم القيامة المريخ شت بيجوك، شيت حيلك ليون. وذاك العكس كلهم بيجوك، واحدين بتاعين النكات برضو، ولك واحد شايقي شيت حيلك، شايقية منك كلهم من الشمالية بيجوك شت ليه آخر الدنيا، كله أي شايقي يجيك يقول لك: والله دارين حقنا، ما لكم هالقبائل يا أخ تخش فيها، والجعلية قالوا وناس منو قالوا، ما لكم مالو قبيلة تلقاها فيها ناس رجال وفيها ناس أخيار، إلين فيهم شت يشين سمعتهم بيضحك بس عشان يضحك الناس، كلام خطير وبس بهزل
ويتلقوا النكات ويضحكوا مسجلينها في البص وفي وين وين وين. والله الذي لا إله غيره واحدين ده شغل بس شغلته كذي. ولك استدعونا مشينا خارج البلاد عملنا برنامج ويجيبوا لغاء ويشكروه هذا الذي أدخل السرور في نفوس السودانيين، أدخل السرور بالنبذ يا أخو بالضحك وبالهزل وبالكذب، بالكذب كذب أصلع. ومرات يخشوا في العقيدة عديل، يخشوا في حاجات عقيدة عديل كذب. أنا سمعت واحد في البص بيتكلم قال جاب نكتة قال واحد مارق قالوا في وفاة مارق من الصباح لقى واحد عنده دقينة وسبحة، بعدين قال له الوفاة دي ما تمشي، خير ليك الوفاة دي ما تمشي. قال ما مشى، قال كر ساقوا البوكسي جماعة مشوا، بعد شوية جابوا الخبر إنه اتقلبوا ماتوا. تاني بعد فترة في سفر بالطيارة لقاه عنده سبحة، دقنه سبحة قال له الطيارة دي خليها تسافر يا زول خليها، سافرت قالوا وقعت. بعد فترة لقاه وقال لا اسمع انت قبل عرسي كنت وين؟ ما كان توريني. قال له يعني مرته شنو؟ يعني العرس من مرته دي كان مصيبة كان ده يوري بها. والكلام ده خطير جدا بالمناسبة، والجماعة يضحكوا في البص يضحكوا يا أخي بتضحك، ده كلام فيه شرك بالله تعالى، ده فيه حاجة اسمها ادعاء علم الغيب. ورب العزة والجلال قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يكذب ليطعم الناس، ويل له ويل له. أرجع كتاب الكبائر ومختصر الكبائر برضو والمنهيات، الكبائر للذهب، وكلام خطير جدا. فديل تلقاهم شنو؟ غيبة بجنب، واحدين بهتان، ديل بتاعين الكذب، وده بقى عادي شغال كذب طوالي من المعاصي. داك بتاع الغيبة يتوب إلى الله، تاع الكذب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كذب المرء يكذب عليها، ده قلنا بجوز وفي حدود ذاته. بعضهم قال التعريض، امشي السوق يكذب، امشي وين يكذب، بالتلفون أنا جم هنا وهو هناك، وأي شيء كذب كذب كذب، ويتم حليفة ذاته. والله صح، هو عارفه غلط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. زول كتبه عند الله كذاب كذاب. تاني ده باقي لك ده مبشر بخير ولا شر؟ حديث في صحيح البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. فإنسان ما يكذب، لو طفل قلت له هاك دي حلاوة، جاء فتحت يدك ما حلاوة، دي كذبة عند الله تعالى كذبة. فما بالك لما تكذب في حاجات تانية، فكيف لما تكذب على الله؟ فكيف إذا كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا كذبت على المسلمين؟ والكذب على الله أعظم. فلذلك هذا كله كلام خطير، تتوب إلى الله منه. في ناس معاصي بتاعة بصر، مسلسلات دي كمان برضو الناس قال إنها حلال، وقال لك في السودان نساوينا ديل مدعاين لهم، في بلدنا ديل مدعاين لهم، خلي البر ديلك، وفي البلد دي حرام تعال. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
وده ما تقليل للسودان ولا لغيره، لكن إذا كان أنت بتقول بعض الناس يعني ولك الناس البرة دي الوجيهين، أيوة وجيهين، طيب بتحضر في المسلسل ليه؟ والله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال ابن القيم رحمه الله كلما غض العبد المؤمن بصره في الدنيا عن الحرام ازداد من النظر إلى الله يوم القيامة في الجنة. قال واللذة التي تكون بعد ألم غض البصر أعظم من اللذة التي تكون في إطلاق البصر. أنت بعد تغض بصرك بتتألم شوية، والشيطان يقول لك عين عين تمرق مع الوضوء عين، وأنت تغض تتألم شوية، بعدها قلبك ده بينشرح، الراحة اللي بتلقاها في القلب بالغضة أفضل من الراحة اللي بتلقاها لما أنت عاين، ولما أنت عاين بتتألم ذاته، والله بتتألم. ما سمعت الفنانين، أنا سمعت واحد بغني سمعته، طبعا أنا بنركب الباص مرات في الشارع ومرات، المهم سمعته بغني قال لاقيته شنو ما لاقيته، بعد شوية قال 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 جوا جوا قطع قلبي، قال والله يعني بسبب النظرة دي شنو قلبه تقطع، بعد شوية قال وقف المركب وخلي الشباب يركب، شكله داري يغرقهم معاه. فكلها مصايب، انت بتعاين تشوف لك بيت في مسلسل وقلبك يتعلق بيع، زي ما قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين في أواخر الكتاب، قال رب نظرة تعلق بالقلب فتكون سببا للهلاك. مرأة تتعلق بها تبقى تفكر وتجيك خواطر، عشان كذا ابن الجوزي ألف كتابا سماه صيد الخاطر، ومصائب كثيرة وبلاوي ثقيلة جدا، فإنسان يغض بصره، مسلسلات أفلام نساء في الشوارع في المواصلات في غيره، تغض بصرك وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تتوب إلى الله من العادة السيئة بالنسبة للشباب، لأن ابن عثيمين رحمه الله في كتاب اسمه أجوبة مهمة عن أسئلة مهمة لعامة الأمة، ومن ضمنها سئل عن العادة السرية، وهي أن يستمني العبد بيده، أزل قال بأنها حرام، أي العادة السيئة أو السرية. قال والدليل قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كذلك مما يتوب العبد إلى الله تعالى منه استماع الأغاني وجميع المعاصي التي تكون بالسمع، لأن الله تعالى قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويتوب العبد إلى الله من الرياء، لأنه في ناس بيعملوا الأعمال الصالحة لكن للأسف الشديد يراؤون الناس، وهذا من آفات العمل الصالح التي تهلك صاحبها يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال الله وقال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري
تركته وشركه. يقوم يصلي عشان الناس يشكروه، يتصدق عشان الناس يمدحوه، يصوم عشان الناس يقولوا صوام، ما تلتفت للناس دي، ما بيعمل لك اي شيء. شكروا ناس كتار، والناس الشكروا ناس دخلوا قبور، ولمن دخلوا قبور ديل مدون ولا حزن. زول تلقى العالم كله يشكر فيه، تلفزيون الرادي وين، وفي الواتساب وفي شنو الفيسبوك، خش القبر بعمله. ولا حسن ما يدوا له، شكر برا زاي، كلام برا زاي، جوا ما في حاجه بتخش. ولو العالم ده كله بيجوا ينبذوا فيك، ما بينقصوا منك سيئة أو ما بينقصوا منك حسنة عفوا، لكن بيدوك حسنات. شفت كان نبذوك وإنت ذول حق، يا دوب بيدوك الحسنات، صح ولا ما صح؟ ما ظلموك، ينبذوك بجاي حسنات ماشية جاياك، لذلك انت ما تلتفت للناس، ما تقول تتعلم عشان يقولوا مؤصل. تجود القرآن، ساهر وتابع وتراجع عشان يقولوا ما بيغلط فيك في لفظة ولا فاء ما بيقلبها واو، لا لا تعمل الكلام ده لله بس، لله، ما تبقى قدام الناس خاشع وباكي ومنكسر وتخلو بنفسك تعصي الله سبحانه وتعالى. والله مطلع على ظاهرك وباطنك، كذلك تتوب إلى الله من كل مظاهر الشرك. حجبات ذول لابسة اقلعها طوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك، أخرجه الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرقى والتمائم والتول شرك. وبعضهم ينطقها الرقي، ولذلك دي انت تبتعد من المظاهر دي، ما تعلق اي حجاب، تقلع طوالي كمون تقلع. حس بيقوا في السوق تلقى واحد شايل له حاجه كذي زي الطاوله بتاعت العيش، فيها حلاوه وكذي وسجار وناي وسيمه وكذي، مع شويه تلقى حاجات مدلدله بالوان، اشتروها الشباب يلبسوها زينه زي ما شفتوها يا جماعه، البسوها كمون وشي مربع كذي صغير لابسينه. يا ناس أسي عليك الله، الله يخلق الزول من أطول سبيبة في راسه لأطول ظفر في أطول أصبع عنده، كله خلقه كذي. كذا يجيب زول شرحه لو بجوز، شوف ابن آدم ده فيه كم عرق، وجوا العرق فيه كم ذرة بتاعت دم، ودم أبيض ودم حمر وسلوك جوا، حاجات ثقيلة جدا، وكم جهاز وكم آية، كلام ثقيل. الله يخلقك الخلق ده كله ما يقدر يحفظك، لما تعلق لك حاجة قدر الطبلة وكمون صغير كذي خاتنه، يقول لك ده من العين وده من كذي. قال تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. انت يتحصن وأدعو الله سبحانه وتعالى، الله بيحفظك. كل مظاهر الشرك دعاء، زول بينادي غير الله يتوب، أخير يتوب، أخير يتوب، ما يصير ساي، امش لله بالنجيضة. أنا احنا بنقول للناس اللي بيخالفونا في الموضوع ده بالذات،
تاع الدعاء ده. نقول له ما تدعو غير الله؟ يقول لي نقول لا الله قال الله سبحانه وتعالى قال ولا تدعو من دون الله، ما قال ولا تدعو صنما، لا لا، قفل الباب تب، قال ولا تدعو من دون الله، يعني الله وتاني أي شيء دون الله، قال لك أي شيء ما تدعو. وراك ليه؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت مشيت دعيت فإنك إذا من الظالمين. وممكن زول في الدنيا يقول لك أنت ظالم وتمش قدام الله تطلع ما ظالم، لكن لما الله ذاته سبحانه وتعالى يقول لك أنت ظالم معناه موضوعك ده شنو؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فقال لك ما تنادي غيري، نحن نقول ببساطة كذي، لأنه في ناس بيقول لك دي مسائل خلافية، دي ما خلافية. الزول لو دعا الله يا جماعة، لو دعا الله دعا عمل خير ولا عمل شر؟ عمل خير باتفاق المسلمين، دعا الله. حتى الناس اللي بينادوا غير الله قول له نسمعه، لو الزول دعا الله عمل خير ولا شر؟ قول لك عمل خير، دي باتفاق المسلمين. طيب دعا غير الله، قال بدعو غير الله يقول لك ده خير، والقرآن قال له ده ما خير، بيقول ناس بيقولوا ده خير وناس من المسلمين بيقولوا ده ما خير، ده خلاف ولا ما خلاف؟ خلاف. الأولى مضمونة ولا ما مضمونة؟ مضمونة. والثانية دي لو جائزة هي ما جائزة، لو جائزة مش شغلتها شنو؟ ما مضمونة، صح ولا ما صح؟ هسه أي زول ينادي غير الله يا فلان الحقنا، قل له اسمع أنا لو دعيت الله براو دعيت الله كذا عندي مشكلة؟ لا لا ما عندي مشكلة. طيب مش لي غير الله ليه؟ ده ما سؤال. قال تعالى أليس الله بكاف عبده؟ ودي ما مسألة أصلا خلافية، لكن أنا شنو ذكرت لك من باب الواقع أنه بعض الناس اختلفوا، لكن في الدين أصلا ما خلافية، دي مسألة مفرغ منها أصلا، الدعاء لله وحده لا شريك له. عشان كده أي زول يدعو غير الله ده واجب عليه يتوب، وأي زول يدعو غير الله والله الذي رفع السماء أساء الظن بالله، ده ظنه في الله كعب وغضب الله. أوريك كيف، زول في بيته مرته وأولاده أي شيء دارينه بيقول له ادينا ادينا ويديهن، المرأة تتونس مع النساوين يقول لا راجلك كيف، تقول والله ما مقصر أي شيء في الدين له، ما حوجنا لجنو لغيره. طيب زول أولاده قدامه بيشحدوا غيره بيزعل ولا ما بيزعل؟ مرق السوق اشتغل اشتغل عرقان الدور، جا صلى في الدور المسجد، بعد الدور ولده الكبير قام قال يا جماعة أنا محتاج أدوني، بيغضب ولا ما بيغضب؟ ده أبوه ما خلقه، أبوه بس. طيب الله الكون كله حقه وأي شيء حقه، تخلي تمشي لغيره بيغضب ولا ما بيغضب؟ بيغضب يا أخي. شكي الذي يدعو غير الله هو عدو لله، علم أم لم يعلم؟ أليس الله بكاف عبده؟ الله قال لك أنا ما مكفيك تمشي لغيري ليه؟ أنا مكفيك ولا ما مكفيك؟ قال لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنت ما تفكر في حسبه، حسبه يعني كافيه، ما بحوجك لغيره. شكاي الأم يدل كان جهة واحدة بس، واحدة
إنا لمدركون. ما قال لهم لا لا أنا بعرف ناس وأنا تربيت في قصر فرعون وبعرف عندي واسطات بنخش لفرعون ده بالواسطات. لا 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 قال لهم كلا إن معي شنو ربي سيهدين. مع إنه الأسباب اتقطعت ده بحر وده جيش حاوطن وده سيف يا غرق يا قطع رقبة. ولا أخاف كلا إن ربي سيهدين. والله الداو الداو شيء عجيب ذاته. ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أيوة الموية زي الجبل هم في الطريق ومشوا ما خافوا مشوا وقطعوا وبيغادي شايل العصايه بيضرب عشان الناس فرعون يغرقوا. قال له اترك البحر رهوة خليه ومشمش موضوع ده انتهى خلاص. واترك البحر رهوة انهم جند مغرقون. مشى وفعلا ذيل اغرق. وهكذا رسول عليه الصلاة والسلام في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ليه إن الله معنا. ما قال أنا نبي وإنت أبو بكر الولي الكبير إنت الولي الكبير وأنا نبي أسب أنفخن وينكر عينه أوف نفخن. ما نفخن ولا بنفخن. قال إن الله معنا. شفت الأنبياء ديل باب واحد كده فوق. لما بيجا باب فوق الله رفعهم ونحن لما بيجا بابنا تحت يا هو شغلتنا كذي مواصلات بالتعب وأي شيء بالصف ولا إيش بالصف أمورنا وكذي بس. وإلى الله المشتكى بلد تخشى من بدايتها كذا. أمشي الجزيرة دي والله تمش ببوكسي لما يوحل ويفتر البوكسي ذاته يفتر يسخن كذي طق حط يسوي. شفتها هيد ات هيديك تبقى ولا ما بعرف هيديك ما بعرف. كل أزرع وبقر بعد ده اللبن زايد والزراعة يبوها غالية وبلد زراعة يسافروا لمكة يشتغلوا هناك في السعودية بواد غير ذي زرع. شوف عليك الله الشغلة دي كيف. وبلد ما فيها زراعة مكة وبلدنا فيها زراعة مفروض هون يجوا شنو يشتغلوا هنا صح ولا ما صح. لأن نسافر هناك لأنه هنا الزراعة كل مزرعتين بتلقى حاجة كذي قائمة تحارب الله تعالى. أوضة يبنوها للميت. شوف الموازين دي مقلوبة كيف. زول ميت يبنوا له أوضة وزول حي عزابي ما لاقي يتزوج ما عنده أوضة. ناس مفلسين يشحذوا ما يدون وناس ماتوا يدون قروش صناديق في المغابر. شوف الشغلة دي كيف على قلب. حوش الجامع مظلم والقبة مولعة. الشغلة دي ما تعبانة. الجامع ممنوع الحديث إلا بإذن والتلفزيون يخش يتكلموا يهرطق ويقولوا كلام غريب جدا ومصائب حاجات كثيرة جدا وإلى الله المشتكى. ناس الدين تضيق عليهم وناس الدنيا مفتوح. زول الدين يقول لك هذا مولانا يا مولانا وزول الغنى الأستاذ الكبير الموسيقار فواحد فنان ماذا رجيب اسمه فيهم بددي بقدموه في الصلاة قالوا صوته جميل بقدموه بصلي وفي الحلقة بقربيهم وبجيبوه يغني وعلامة الصلاة في جبهته. وما مشكلة كونه يصلي دي حاجة طيبة جدا نحن متكيفين لكن مفروض يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الزول العالم وبقول الحق بالأدلة يبغضوه والزول الجاهل عمل لكم حاجة كذي يعظموه. زمان الصحابة الصحابي يخفي عمله الصالح أس يعمل عمل صالح يجيبه في الجرائد وعملت كذا وفعلت كذا وقدمنا دعم لناس كذي وعملنا لناس ديلك وإلى آخره. ما شفنا صحابي دق علم في بيته قال تعالوا عندي طريقة الطريقة الأبي هريرية ما في.
ما شفنا ورد جديد لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ما في صحابي واحد نام صحة قال الرسول جاني في المنام وأداني قال له يقول هو 512 مرة. ما في دي كلها في بلدنا شغال. ومصائب كثيرة، الواجب الناس تتوب إلى الله وترجع إلى الكتاب والسنة. خليك حر، خليك مستقيم، خليك نادم وراجع إلى الله تعالى. لا تمش لدجال، لا تمش لعراف، لا تمش لزول تقول له شوف ليه الرايحة وين، لا تعلق حجاب، لا تنادي غير الله، لا تستعين بغير الله سبحانه وتعالى، لا تعصي الله. تمش مستقيم وتايب بتكون أسعد زول في الدنيا والله. بتجي حاجة في القلب لا بتلقاها في الغنى ولا بتلقاها في الكورة ولا بتلقاها في القروش ولا في النوم ولا المكيفات ولا العمارات ولا العربات ولا الأكل ولا أي شيء. حاجة قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام حديث طويل 3 صفحات بس أنا دار أديك سطر قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث 3 صفحات في البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، وهم الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ومرارة وهلال. الثلاثة ديل الله نزل توبتهم بعد 50 يوم. لما نزلت التوبة كعب جل الرسول عليه الصلاة والسلام قال فدخلت عليه يبشرني الناس فقام طلحة بن عبيد الله فعانقني لم يقم من القوم غيره ولا أنساها لطلحة. قال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستنير وجهه كأنه فلقة قمر من الفرح، ثم قال يا كعب سطر بس قال لو فهمت السطر ده وطبقته بتعيش أسعد زول في الدنيا. قال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. شفت أفضل يوم قال لي مما ولدوك لليلة اليوم ده الله نزل فيه توبته. عشان كده أسعد يوم على العبد مش اليوم العريس فيه زوجوك ولا اللي اشترى عربية جديدة ولا عمارة ولا كذي، اليوم اللي بتوب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ من واصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يتوب علينا أجمعين، وأن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.